اليوم احنا كنحتفلوا بمناسبة اليوم الوطني للمسرح في اطار الدورة العاشرة، واللي بطبيعة الحال مجلس دار الشباب الحي المحمدي هو بشراكة مع مقاطعة الحي المحمدي وبدعم من مسرح محمد الخميس ومؤسسة مسجد الحسن الثاني. هاد الناس لولاهم ما كانش اليوم المهرجان يرجع للدورة العاشرة من بعد ما توقف في كوفيد. واليوم المهرجان وحنا كنحتفلوا بمناسبة اليوم الوطني للمسرح اللي حاضرين فيه كيف كتلاحظوا مجموعة ديال الفعاليات الثقافية والفنية واللي انطلق من اليوم 19 وغينتهي يوم 25. وبطبيعة الحال غادي يكون واحد مجموعة ديال العروض متميزة وفيها ممثلين اللي هما كبار وأعمال اللي هي جيدة. أكيد كذلك القوة ديال هذا المهرجان ديال هذه السنة هو الورشات التكوينية لفائدة التلاميذ والساكنة المنطقة اللي من جمعية الهواة ديال المسرح، وبالتالي هذا هو الدور ديال المهرجان من أجل تأهيل العنصر البشري والتكوين ديالو، لأن الحي المحمدي هو الحي ديال العطاء ديال الفن، وبالتالي هذا هو الدور ديال الميزة ديال المهرجان والمؤسسة المجتمع المدني. إذن تأهيل العنصر البشري شرط أساسي باش يمكن نعطيه جيل آخر للمستقبل. لا تنسوا تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.